أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصير ألم تر أن سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من يشاء
yang kasana barqiyal habbil absir. والله خلق كل دابة من ماء فمن صدق الله.